بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم نتعلم كيف نهيئ الـ SHA باستخدام السوفت. في البداية خلنا نعطيك مثال عشان تكون الفكرة واضحة. أنا في عندي في الروبستري ثلاثة كومنت اللي هي A و B و C. كنا بنعرف إنه راح يكون عندك الهيد عند الكومنت الأخيرة وهي C. بالإضافة لازم يكون عندي نسخة من الـ C داخل الـ Working Directory، لأنه مستحيل يرتفع الـ Comment C إلا عن طريق الـ Work، من الـ Work للـ Stage ومن الـ Stage للـ Register. بدنا نسويها هسا مع بعض، إني أنا بدي أنقل الـ Head لعند الـ Comment A. شو راح يصير؟ في عندنا أكثر من طريقة. محاضرة اليوم راح نتعلم الطريقة اللي اسمها Soft. Get Reset Double Dash Soft SHA. الـ SHA هي عبارة عن أول سبع أرقام من أي كومنت أنت حاب ترجع لها. بدي أحكي له مثلاً ارجع على الـ Comment A، راح ينتقل المؤشر Head من الـ C للـ A. طب شو راح يصير في الـ Comment B والـ C في الحالة هاي؟ خلينا نشوف. في البداية الـ C راح تختفي من الـ Repository وتنزل على الـ Stage Area. الـ B راح تختفي من الـ Repository. معنى كلامي هون أي كومنت راح توقف عليها الكل إشي كان بعديها راح ينحذف، لكن ما بنحذف الكود. انتبهت إنه C نزلت على الستيج، يعني انت رجعت للكومنت A لكن الكود اللي عندك إياه هو آخر نسخة انت مسويها، يعني ما في إشي راح عليك. طب شو الهدف من حذف الكومنت؟ أحيانا بكون نشتغل إحنا على مشروع وبنعمل كومنت كثيرة، وهي الكومنت كلها مثلا خلينا نحكي 7 كومنت او 5 كومنت ملهاش معنى. اللي بسويه برجع على الكومنت اللي لها معنى وباقي الكومنت كلها بمسحها. طبعا انا في عندي هون في الستيج اريا اخر نسخه عندي اياها من الكود، برجع ارفعها كلها بكومنت واحده، يعني اختصرنا الخمسه كومنت بكومنت واحده وبتسميها انت اسم واضح. خلينا نحكي ان احنا تعلمنا 50% من الفكره، تعال نتعلم الـ 50% الثانية في مرحلة التطبيق. نفس المشروع اللي احنا شغالين عليه هو البروجكت. خلينا نعمل Get Status، أتأكد من حالة المشروع. كل إشي عندي إياه تمام. خليني هسا أكتب Get Log. في عندنا كومنت كثيرة. خلينا نشوف أول كومنت هي Update Task، وهي صارت داخل فولدر اسمه Work. وفي عندك Update Work Create Group، وابديت وورك كرييت فيديو، وابديت وورك كرييت هوم. شو اكتشفنا هون؟ انه تقريبا في عندنا 1 2 3 4، الاربعه كومنت لهم نفس المعنى، انك انت عملت ابديت على ملف الورك. راح نسوي انه بدي اقول له ارجع يا الهيد لعند ابديت نوت دوت تكست. خليني اخذ اول سبع ارقام، هاي 2 4 6 7، رايت كليك كوبي. خليني أعمل كيو، وقبل ما أنفذ الكود خليني أشوف الورك. في عندي آخر إيش عندي تاسك. خليني أشوف لما أرجع أنا للكوميت السابقة اللي هي النوت هل راح يتأثر. get reset double dash soft، يعني soft معناتها ناعم. هون لازم نحط الـ SHA اللي هي أول سبع أرقام، هاي بيست. بسم الله، هاي أنت. خلينا نشوف شو صار. خلينا نعمل get log. انت هسا واقف على الابديت نوت 1.txt. طب وين راح الكومنت كان موجوده؟ كلها انحذفت. طب الكود اختفى؟ لا. بتذكر شو حكيت لك انا؟ المفروض تلاقي الكود في الستيج اريا. get status. ايوه ممتاز. هي عندي اياه في الستيج اريا. كيف عرفت؟ شلون الأخضر معناته stage area؟ وحتى بيكون هو بغششك، شو بحكي لك؟ إذا حاب تنزل الكود من stage area استخدم get reset head capital letter واسم الملف، علمتك إياه بالفيديوهات السابقة. راح نسويه هسا، نعمل get comment dash m. خلينا نحكي له هسا update work dot text. هاي انت get log. خلينا نحكي إنه هيك صار منطقي، بعد ما كان في عندي أربعة كومنت صار كلهم بكومنت واحدة والكود زي ما هو، وصار عندي اللوج
بشكل أرتب ومختصر. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. هل الموضوع خلص بحكي لك لا، بس في عندك كمان طريقتين كيف ممكن أنا أعمل عادة تهيئة للأس أتش إيه. أتمنى تكون كل أفكارنا واضحة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية.